مشاهدينا مساء الخير عليكم وعلى كل اللي بيتابعونا وبيتابعوا برنامج احلى الاوقات. زي ما وعدتكم قبل كده ان احنا هيبقى معانا في البرنامج ضيوف مميزين وهيفيدونا كتير. النهارده هيبقى معانا الاديب والشاعر دكتور سليمان عوض سليمان. ازاي حضرتك؟ اهلا بك، اهلا وسهلا. وكمان الناقد الادبي معتز محسن. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. والناقد الادبي دكتور سلامه ثعلب. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا يا فندم، الله يسلمك. النهارده حلقتنا هنتكلم فيها عن الروايات والادب والشعر. الادب من اين والى اين؟ ده اللي هنعرفه النهارده مع دكتور سليمان عوض. دكتور سليمان، اول حاجه عايزه اعرفها يعني التعريف بحضرتك للمشاهدين. انا سليمان عوض سليمان، من ادة اهليه، مواليد 55، 1955، عجوز قوي. اتخرجت من كلية الطب سنة 79. غاوي أدب من صغري، وأنا بكتب شعر وبكتب أدب من وأنا في الإعدادية، وحتى كانت في محاولات وأنا لسه في ستة ابتدائي مثلا. أنا عايز أعرف المشاهدين إن حضرتك أصلا دكتور طبيب. أنا طبيب بشري. طبعا، طبيب استشاري مسالك بولية. استشاري مسالك بولية في السنبلاوين، محافظة الدقهلية. تمام. وبجانب الطب طبعا اللي أنا ما تخليتش عنه، واللي أنا بفتخر إن أنا طبيب، أنا برضو اتجهت للأدب وبحب الأدب، وعشان كده إحنا جايين هنا بصفتنا أدباء. تمام. ماشي. طب يا دكتور، انا عايز اعرف انت ازاي اتجهت للادب وكتابه الروايات؟ ما هي قصه قديمه. هو احنا انا طول عمري غاوي اقرا روايات من سته ابتدائي، وانا بقرا روايات. ما فيش حد من اللي كانوا بيكتبوا وانا في الاعدادي وانا في ثانوي وانا حتى في الجامعه، ما كانش حد بيكتب روايه الا ما كنت بجيبها وبقراها. فكنت غاوي، وكنت غاوي شعر، ويعني اكاد احفظ دواوين شعر كامله. وبدات اكتب الشعر باحترافيه وانا في الجامعه، وانا في يعني كليه انت اول حاجه بدات تكتبها كنت حضرتك في الجامعه لسه؟ في الجامعه. لا، انا كتبت الروايه وانا في ثانوي، او كتبت القصه القصيره وانا في ثانوي. تمام. وكتبت الشعر وانا في الجامعه. وكتبت الروايه بعد ما طلعت معاش، لما فضيت. لما تفرغت خالص بقى بدات يعني فضيت، يعني مش تفرغت. انا ما زلت لحد دلوقتي عندي مستشفيات وعندي مرضايا وعندي شغلي وكده يعني. تمام. وعلشان كده انا يعني فضلت ان انا اجي لكم الجمعه، لان بقيت الاسبوع ماليش فاضي. يوم الاجازه يوم الاجازه يوم الاجازه. فانا طبيب قبل ما اكون اديب، وانا يعني بتشرف ان انا اكون انا لسه أديب. هسال حضرتك ازاي جمعت ان حضرتك تبقى اديب وفي نفس الوقت طبيب، بس لما حضرتك برضو تكمل لي اجابه انك ازاي اتجهت للادب وكتابه الروايات. يعني انا كنت غاوي. انا كنت ببص للادباء لما كنت بقرا روايه مثلا لنجيب محفوظ ولا احسان عبد القدوس، كنت بحس ان يعني انا يعني قدام آلهة يعني. فكان يعني حب الادب جه من هنا. انا كنت بقدس قوي الادباء والشعراء، وكنت بنبهر طبعا لما بقرا مثلا لاحمد شوقي، بقرا لحافظ ابراهيم، لابراهيم ناجي، حتى لما كنت برامي التونسي مثلا. وكنت في الاول حتى وانا في الاعداديه بقيت أقلد درم التونسي في القصايد، في طريقة نظمه للقصايد ومعلمته في القصايد. وبعدين كده أحمد رامي وكامل الشناوي. بعد كده طبعا دخلت في الشعراء العظام بتوع العراق، نازك الملائكة، بدر شاكر السياب. أنا كنت منبهر، وكنت بحفظ الأشعار كأني بحفظ قرآن. كنت ببقى منبهر قوي، وكنت بحس بانبهار اللي قدامي لما بيسمع الشعر مني. من هنا يعني ما فقدتش حبي للادب والشعر، برغم كان انشغالي انشغال كبير بمهنه الطب. يعني مثلا ممكن انا كنت اشتغل 24 ساعه،
ممكن نومي عمره ما كان منتظم، علشان عيان بيجي لي في اي وقت وعمليه بعملها في اي وقت، ومع ذلك كان الادب والشعر بخطف في الوقت علشان اقرا او اكتب. فهو دي ده في دمي، الادب والشعر في دمي. كنت بتحبهم جدا وما زلت طبعا. في مشكلة برضو كتير بنواجهها أستاذ معتز، إن في ناس دلوقتي بقت تمل من القراية، يعني في ناس تقول لها أنت موهبتك إيه أو بتحب تعمل إيه، في حد ممكن يرد عليك يقول لك أنا بحب أقرأ كتير وأقرأ روايات قصص كتب مثلا في علم النفس أيا كان، في ناس تيجي تقول لها أنت بتقرأ إيه تقول لك لأ يا عم أنا ما بقراش أنا بمل. أنت بيبقى إيه رأيك في الحاجة دي؟ والله يعني الدكتور بيقول ان هو كان من صغره هو بيحب يقرا قصص، بيقرا روايات، بيقرا كتب شعر، دلوقتي بقى ايه ردك على الحاجات دي؟ والله انا شايف برضو في الفتره ايام الدكتور والفتره برضو اللي انا عاصرتها برضو جزء كبير، كان الكتاب هو الوسيله الاساسيه اللي فيها المتعه وفيها الاستفاده وفيها الابحار حوالين عوالم كثيرة ومختلفة، وبتعيش أكثر من حياة، زي ما العقاد قال أنا لا تكفيني حياة واحدة ولكني أبحث عن أكثر من حياة. فده كان بيأتي من خلال الكتاب. بعد وجود شبكات التواصل الاجتماعي والوسائل التكنولوجية المختلفة، وبقت تقدم المعلومة بشكل أكثر فورية، يعني ممكن عايز أعرف مكان بورما فين بالنت بجيبها على طول. الفترة الحالية الشباب ما بقاش عنده حتة البحث المضني والشاق والشيق في نفس الوقت، إنه يدور على المعلومة من خلال الكتب. فده يمكن اللي تسبب في وجود الملل اللي كثيرين بيشتكوا منه في الفترة الأخيرة، لكن ده لا يمنع أبدا أنه لازال الكتاب في حالة شامخة وقامة صامقة، بيستطيع أنه يؤكد أنه بيتحدى كل التطورات والتحديات اللي عايزة تقوم بمحو هذا الأثر الجميل، لأن الكتاب خير جليس وصديق زي ما بيتقال. هو فعلا طبعا زي ما حضرتك بتقول، الواحد لما بيجي يقرأ مثلا رواية أو كتاب أو حاجة، لما بتقراها في الكتاب بيبقى ليها طعم تاني، غير أن أنت دلوقتي زي ما حضرتك قلت اي روايه عايزه اجيبها بدخل على النت اكتب روايه كذا بتيجي. دي خلت شويه ان الشباب اللي هو حاليا بدل ما ينزل يدور على الروايه اللي هو عايزها او الكتاب اللي هو عايزه، بقى يستسهل حوار ان هو يبحث عنها في النت. دكتور سلامه برضو عايزه رايك في النقطه دي. انا طبعا الى جانب ان انا ناقد ادبي فانا متخصص في التربيه. تمام. فسؤال حضرتك ده بياخدنا إلى مسألة تنمية عدد القراءة، عادة القراءة لدى الأطفال والشباب. إحنا طبعا جيلنا أنا والدكتور سليمان والأستاذ معتز كجيل تالي لنا، أدرك فترة الاهتمام بالكتاب، اهتمام الأسرة بتنمية عدد القراءة لدى أبنائها منذ الصغر. أدركنا أيضا فترة اهتمام المدرسة بتنمية عادة القراءة لدى التلاميذ منذ الصغر. إذن لابد أن نهتم بمسألة تنمية عدد القراءة، وهي تبدأ في الأطفال في سن مبكر. على الرغم من انتشار وسائل التواصل الحديثة الآن ومنافسة الكتاب الإلكتروني للكتاب المطبوع، إلا أن الكتاب المطبوع أيضا ما زال له عبقه وله رائحته. يقولون إن رائحة الكتاب ورائحة الورق لها مذاق، ليها إحساس خاص تاني وإحساس خاص تختلف عن الجلوس أو القراءة أمام شاشة الكمبيوتر أو شاشة الهاتف المحمول. تمام. نرجع تاني لدكتور سليمان، وعايزة حضرتك تعرفني يعني إيه معنى الأدب وإيه هي أنواعه. هو الأدب هو استخدام اللغة بطريقة جميلة ممتعة ومفيدة، ده الأدب. غير الكلام اللي احنا بنقوله مع بعض. احنا الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام ممكن يعني ايه يعني اهو كلام، لكن انا علشان ان انا استخدمه بطريقة ممتعة ومفيدة واوصل عن طريقه رسالة، فهو ده اسمه ادب.
ده اللي احنا بنوصل بطريقه رسالة، ده بيبقى الأدب. بنوصل الأدب، بنستخدم اللغة عشان نوصل رسالة مفيدة وبطريقة ممتعة وجميلة. ده الأدب. الأدب طبعا أصناف، ها؟ الأدب بيبدأ يا إما نثري يعني الكلام، يا إما أدب فيه موسيقى. الأدب اللي فيه الموسيقى ده اللي بنسميه الشعر، ماشي. الأدب الثاني الأدب النثري، ممكن تكون خطبة حلوة أنت بتبتدي ساعات مثلا تسمع للشيخ الشعراوي، أو تسمع أي خطبة حتى لو في مهرجان، أي مهرجان الخطبة تبقى جميلة وعجبك، فهو ده أدب الخطاب. أدب الرسائل، أن واحد يكتب جواب حتى لو كانت جواب لحبيبته ممتع وجميل وهي تحتفظ بها، فهو ده أدب، ماشي. لأنه استخدم اللغة في أنه يوصل الرسالة اللي هو عايز يقولها حتى لو كانت لحبيبته وبطريقة ممتعة. وعلى فكرة رسائل زي ديت كتير الزمن حفظها لأصحابها، برغم أنها كانت رايحة لشخص واحد، لشخص واحد بقت لإيه، بقت لعالم كله من جمالها. وطبعا فيه الأدب من ضمنه القصص، والقصص يا إما بتكون قصص قصيرة يا إما بتكون روايات كبيرة، يا حتى مثلا ساعات دلوقتي عدد فيها القصة الومضة. القصة الومضة اللي هي سطر واحد أو سطرين، ماشي، بتبقى قصيرة جدا. تبقى قصيرة، بيسموها الومضة لأنها قصيرة جدا، لكن تدي معنى وتكون صياغتها جميلة، يعني إيه، تثبت في دماغ المتلقي. فهو وظيفة الأدب بكل صوره إن احنا نوصل المعنى اللي احنا عايزينه بطريقة جميلة مشوقة ممتعة، ها، وتحقق فايدة. تمام. طب حضرتك انت قلت لي برضو ان انت كتبت شعر. طيب برضو ممكن تكلمنا عن الشعر وعن خصوصيته؟ طبعا. هو الشعر يختلف عن النثر او كل الاصناف التانية في انه له موسيقى، يعني بالظبط بالظبط زي الملحن ما بيلحن، ماشي. الشعر بيكون له موسيقى، يعني علشان اكتب شعر لازم ابقى ملحناه ولا عادي بكتب كلام عادي؟ في له موسيقى، موسيقى. الموسيقى ديت فيها سكنات وفيها حركات، زي بالظبط بتاع الموسيقى لما يقول تن 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 تن، هو ضرب ضربه وسكت سكته، ضرب ضربه وسكت سكته. لا، ممكن يغير اللحن يقول تيتتن تيتتن تيتتن، يبقى هو ضرب ضربتين وسكت وضرب كمان ضربة، ماشي. ممكن مثلا يقول تيتيتين تيتيتين، دي كلها أوزان مختلفة للشعر. الحرف المتحرك اللي احنا بننطقه واحنا بنتكلم كده، الحرف المتحرك هو بيمثل التي اللي انا بقولها دي. الحرف الساكن سواء كان مادة او سكون، ده الصمت اللي احنا بنصمته، هو ده ايه بتاع الموسيقى بالظبط بيعمل كده. يعني انت مثلا لما تيجي تلاقي واحد ملحن هو خد المقطوعة اللحنية عبارة عن مجموعة ضربات وسكنات، ماشي، وبوحدة واحدة بتتكرر او وحدتين بيتكرروا، لكن ما هياش هوجة ويجيب كل الوحدات مع بعضها، ما تنفعش، يطلع نشاز، ماشي. فهو الشعر زيه زي الموسيقى بالظبط، زي ما بنعمل الطبلة يعني بقول ماشي. أنا حتى مثلا هو كانوا مثلا يقولك فاعل، ماشي، فاعل اهي، ماشي، هي بالظبط هي كده. لو انا قلت فاعل بس، ماشي، لو قلت مثلا فعول مثلا، ماشي. طبعا. يعني هي بتترجم، هي بالطبلة وبتترجم بأي ايه، بأي اي لغة موسيقية. هو الشعر هو موسيقى، هو كلام يغنى. علشان كده كان الأصفهاني لما جمع اشعار العرب زمان سماه كتاب الأغاني، ما سموهوش كتاب الشعر، قال كتاب الأغاني، لأن الشعر هو أغاني، هو الشعر فيه موسيقى. الخليل ابن احمد لما جه يعني يفسر
موسيقى الشعر، ما كانش حد، كان العرب ببديهتهم بفطرتهم عارفين الموسيقى ديت وبيعملوها بودنهم بس ما يعرفوش. فهو حب يعمل لها قواعد. الخليل ابن احمد ده كان موسيقي اصلا. يعني كان موسيقي، فهو وهو بيسمع الشعر لقى لا ده الشعر زي الموسيقى، زي الموسيقى. لدرجة انه بقى ماسك طوبة ويرميها في المية علشان تعمل صوت، علشان تعمل صوت، وقاعد يعني ايه يرمي طوبة ويسكت ويرمي طوبة ويسكت، قال ده ديت بقت ايه زي كذا، يرمي طوبتين ورا بعض ويسكت ويرمي طوبة يلاقيها على وزن كذا. ففسر شعر العرب لانه موسيقي اصلا. تمام ماشي. فالشعر بيختلف عن النثر في الموسيقى، من غير موسيقى ما يبقاش شعر. تمام. طيب الأستاذ معتز ودكتور سلامة، عايز أعرف رأي حضراتكم في أدب دكتور سليمان عوض. هو الدكتور سليمان عوض طبعا لما ننظر إلى المنشأ اللي هو أتى منه وترعرع فيه من خلال محافظة الدقهلية، ولو تحدثنا عن السنبلاوين، السنبلاوين هي المكان اللي ظهر منه أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد والسيدة أم كلثوم والأستاذ محمد حسين هيكل وفاتن حمامة والضيف أحمد، أسماء عديدة يعني بيعجوا بالفن وبالرقي وبكل ما هو جميل. ولما ننظر إلى علي محمود طه الشاعر الكبير ومن رواد مدرسة أبولو، هو أيضا من الدقهلية ومن أكثر الناس الذين تغنوا بالرومانسية بروعة شديدة جدا. فلما ننظر إلى هذا المنشأ بنجد أن في كتابات الدكتور سليمان سواء كان شعرا أو نثرا خاصة في مجال الرواية فيها اللغة الشعرية اللي بيحاول أن يضفي عليها اللمسات التي نهل منها من خلال المنشأ ومن خلال القراءات المختلفة التي نهل منها، بجانب أيضا أنه الحس الفكاهي الموزون الجميل بنجد فيه شعرا ومن خلال المشاهد الساخرة اللي بيسخر فيها من سلبيات بتبقى في حياتنا في رواياته كانت واضحة بشكل كبير جدا. فطبعا مفتاح الأدب في أي مكان في العالم يأتي من خلال البيئة اللي بيخرج منها. ولا ننسى أنه الأستاذ العقاد كان له كتاب هام جدا بعنوان شعراء مصر وبيئاتهم، وجعل البيئة البطل الرئيسي في قرض الشعر لما تحدث عن إسماعيل صبري ومحمد عبد المطلب الشاعر وعائشة الطيمورية وأسماء كثيرة، جعل البيئة هي البطل الرئيسي في قرض الشعر ووصف الشعر. فأنا بعتقد أن المكان للدكتور سليمان ده كان واضح في أمنية وواضح في حلم عفة الصياد. أنا لسه هنتكلم عن الروايات دلوقتي، بس برضو عايزة أخد رأي دكتور سلامة عن الأدب، أدب دكتور سليمان عوض. أهلا وسهلا. بنضيف إلى ما قاله الأستاذ معتز أن إلى جانب البيئة التي عاش فيها الدكتور سليمان هناك شيء آخر يختص بعمله كطبيب. احنا لو قرأنا الروايات الثلاثة وانا قرأتها جميعها تكون فيما بينها ثلاثية مرتبطة بأعداد معينة، ان معظم هذه الروايات والروايات الثلاثة تدور في اجواء طبية من خلال عمله بالمستشفيات الحكومية في بداية تخرجه. ايضا معظم التجارب ينقل لنا بعض هذه التجارب التي تدور في المستشفيات وفي العيادات وعلاقاته بشخصيات التي وجدنا ملامح كثيرة منها في رواياته. فإلى جانب البيئة هناك أيضا العمل الذي استمر فيه حتى الآن أثر تأثيرا كبيرا على رواياته. على الروايات. تميز أيضا أدب الدكتور سليمان بأنه ليس أدبا للحكي فقط، إنما هو أدب وراه مشروع فكري، مشروع اجتماعي، ومهتم جدا بقضايا المجتمع خاصة القضايا المعاصرة. فلو تتبعنا الروايات الثلاث نجد أنه اهتم كثيرا بمشكلات المجتمع التي عايشناها وعصرناها في السبعينات، مسائل التطرف الديني، مسائل التشدد، مسائل حقوق المرأة المهدرة،
أيضا إلى جانب هذه الموضوعات الشائكة لم ينسى أبدا لمسات الحب الرومانسية يتبل بها رواياته العديدة أو الثلاث، ويربط بينها بخيط واحد ينتج عنه عنوان لمشروعه الإبداعي. تمام دكتور سليمان، طبعا أسماء الروايات اللي حضرتك عملتها حلم عفة، أنا طبعا ما عرفش ترتيبهم إيه، حضرتك هتقولي ترتيبهم يعني ورا بعض. طبعا في حلم عفة الصياد وأمنية واحتراق الفراشوت. عايزاك بس الأول تكلمني عن الروايات اللي حضرتك كتبتها بشكل عام. هو طبعا بترتيب الروايات، وطبعا ديوان الشعر مكتوب قبل الروايات. اللي هو اسمه قلب وناي. قلب وناي. طيب نتكلم الأول عن ديوان الشعر وبعد كده الروايات، ولا بتحبي مع كلهم أولادي؟ طيب نتكلم عن الروايات الأول وبعد كده نتكلم عن ديوان الشعر. الروايات بدأت بأمنية. وأمنية ديت قصة طبيب لسه امتياز، لسه متخرج، رايح يتدرب في مستشفى، فيقع في حب ممرضة. طب اشمعنى طبيب بقى يا دكتور؟ علشان انا طبيب وخبرتي في الحياة. زي ما قلت لحضرتك كده في اجواء طبية. ده على فكرة يعني ده ممكن توقعني في الـ في الـ يعني انت بقى عايز تقول ان الامنية دي قصتك؟ لا مش قصتي، انا بقول عايزة توقعني في اللي كانت عملت لي مشكلة، لان برضو في ناس كتير اتهيأ لها انها سيرة ذاتية. لا هي مش سيرة ذاتية، بس هي رصد. وطبعا انا بضفر الحاجات علشان اطلع العيوب، انا بضفر الاحداث علشان اطلع العيوب. القصه مش قصتي، وامنيه ما كانتش حبيبتي. ماشي. وانا مانيش الدكتور ده، بس يعني يعني انا بضفر. انت خدت بعض احداث من خلال خبرتي، من خلال خبرتي باللي بيحصل في المستشفيات، من خلال الخبره ديت حبيت اطلع عيوب المستشفيات، عيوب المجتمع عموما، النظره الدونيه للمراه، وإن المرأة ممكن تكون قوية وتكون أقوى من الراجل، وممكن تكون مثقفة وتكون مثقفة أكتر من الراجل حتى لو مش متعلمة زيه. تمام. فكانت أمنية. دي كانت أمنية. كانت تاني حاجة برضو إيه؟ تانية بقى كانت حلم عفة الصياد. تمام. ودي كانت برضو بتتكلم عن إيه؟ ده حلم عفة الصياد ده حكاية طبيب كان بيحب بنته وهو صغير، وما عارفش يعني ما كانش بيعرف يكلمها، كانت حتى لما توقف تكلمه يعني يتخض وما يعرفش يكلمها، بس كان بيحبها. وبعد والقصة كده والقصه دي برضو قصه حضرتك برضو، ما كله بقى كله كان ماشي. فهي اتجوزت وهو سافر امريكا. بعد 20 سنة او اكتر من 20 سنة يعني قاعد على اللاب بتاعه، ففوجئ بان قدامه اسم عفة الصياد. عفة الصياد ده هو اسم الحبيبة اللي كان بيحبها، كانت من بلده وكانت من نفس الشارع وكانت صاحبة اخته، بس عمره ما قال لها انه بيحبها. تمام. وهي ما عرفتش تقول له برغم انها كانت بتحبه. فساعة ما شافها افتكر الماضي، فبدأ على حياة يتكلم معاها، فعرف انها كانت اتجوزت واحد كبير في السن، وبعد كده جوزها مات وما خلفتش منه، وهي وحيدة، وهو كان بعد 20 سنة دول ما اتجوزش. تمام. فبدأ يرجع لمصر علشان يشوف مشاكل مصر ويعيش الحياة في مصر، يخلق عالم جديد بحبه لعفت، ورجع علشان عفت، فيلاقي نفسه بيعمل مش لعفت بس، بيعمل لمصر كلها وبيعمل للي حواليه كلهم. تمام دكتور، احنا بس الفقرة الأولى معانا خلصت. هنرجع طبعا بعد الفاصل نكمل كلام عن رواية احتراق الفراشات. بس بحب أشكر ضيوفي دكتور سلامة تعلب، انت نورتني وشرفتني. الله يخليك وشكرا لتقديمك وإلمامك الجيد بالموضوع. وبرضو بشكر أستاذ سلام، أستاذ معتز، حضرتك نورتني النهاردة. ألف شكر لحضرتك ولقناة الصحة والبنية. وإن شاء الله يبقى في حلقات تانية كتير بينا ونتكلم عن أدب وروايات دكتور سليمان عوض. خلوني نطلع فاصل ونرجع مع ضيوفنا اللي هينوروني والسهرة الغنائية في الفقرة التانية. هنطلع فاصل ونرجع تاني.
مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل في السهرة الغنائية الجميلة جدا اللي منورني لسه فيها دكتور سليمان عوض. أيوة. والمطرب الجميل محمد عز. أهلا وسهلا. منورني يا محمد. أهلا وسهلا. وطبعا عازف الجيتار عمرو هشام. أهلا وسهلا. ازيك يا عمرو؟ تمام الحمد لله. هتسمعونا ايه النهاردة؟ ان شاء الله اسمعكم حاجة كده مفاجأة يعني تقولوا لي رأيكم بقى ان شاء الله. طيب نبتدي الأول نسمع حاجة ولا نتكلم شوية؟ لا نسمع حاجة على طول يلا. خلاص تمام. تمام. جدا طبعا هي اغنيه المطربه رجاء بالمليح. رجاء بالمليح اه. وطبعا كان توزيع الاغنيه الاستاذ حميد الشاعري وانت والحان كمان اه وانت اديتها بصراحه بطريقه جميله جدا. تسلم يا رب. تسلم يا رب. وانت بصراحه يا عمرو عزفك حلو جدا. ميرسي ربنا يخليك. غير ان احنا كنا قاعدين طبعا بره قبل الحلقه عمالين نسمع. قول لي يا محمد انت بدات تغني امتى؟ انا بدات اغني من وانا عندي 10 سنين. كانت انا ليا اختي الكبيره اصلا مدرسه موسيقى فهي اللي اكتشفتني بقى من وانا صغير ولقيتني ان انا لا بسمع كويس
هي بقى ايه ابتدت تعلمني اساسيات كده بسيطه. اه طبعا بقى ايه يعني انا ما اعتمدتش برضو عليها هي كليا، اعتمدت بقى على حاجات تانية. كنت يعني بخش كده ايه اسمع، انا بحب اسمع من صغري يعني. مع الوقت ابتديت هي خبرة، اشتغلت برضو مع مطربين ولفيت يعني لغاية ما جمعت خبرة كويسة، والحمد لله يعني الحمد متواضع لله. كده على قدنا يعني. بكرة إن شاء الله تبقى مطرب مشهور يا جدا رب ان شاء الله دعواتك. ومش هتعرفنا بقى لا تاني. لا طبعا، ازاي، ده شرف ليا طبعا، ده شرف ليا. ربنا يخليك يا محمد. عمرو، ايه بقى حكاية العزف معاك؟ لا، موضوع العزف ده بدأ بقاله فترة جامدة، أنا بعزف بقالي 8 سنين تمام. والموضوع طبعا كان في الأول كان مجرد إن أنا كنت حابب الموضوع، لكن وقت مع وقت طبعا مع الدراسة الحمد لله يعني بدأت إن أنا بقيت بلعب مع فرق كبيرة، وبقيت بقابل مطربين كبار، واشتغلت مع مطربين كبار جدا. وآخر حاجة دلوقتي أنا شغال معاه، شغال مع طبعا مع وزارة الشباب، تمام. وبعمل حفلات للرئاسة، فالحمد لله يعني. وما زلت يعني ان انا بحاول ان انا ازود الكفاح بتاعي اكتر ان شاء واكتر. الله ربنا يوفقك وتبقى حاجه كبيره كده امين ان يا شاء رب. الله. دكتور سليمان، نرجع تاني للروايات اللي حضرتك كتبتها. كان اخر حاجه بنتكلم فيها هي احتراق الفراشه، عايزين بقى نكمل كلام عليها. هي احتراق الفراشات حكايه بنت كانت متفوقه، بس كانت من بيئه يعني غلبانة طيبة، أبوها علمها كل القيم وكل المبادئ الحلوة، وبس وهي وكانت هي شاطرة وجميلة. وبعدين يا دوب خدت الثانوية وأبوها توفى، فما كانتش أمها تقدر تصرف عليها، فتقدم لها واحد في كلية الطب في سنة تالتة، اتقدم لها علشان يتجوزها، فأمها قالت لها أنا مش قادرة أأكلك، فجوزتها له. فطلع إن طالب كلية الطب ده ساب الطب وتبنى الأفكار اللي هي الطب ده طب كافر وده علم كافر، وبدأ يمشي مع ناس يحللوا الحشيش ماشي، ويحللوا الحاجات التانية، ويحللوا الجواز المتعدد، لدرجة انه كان كل اسبوع كان بيتجوز، كل اسبوع بيتجوز واحدة ماشي، ويقنع اي واحدة بان ده جوزك كافر. على فكرة ديت حقيقية، مش بس رواية، انا لسه كنت هكلمك دي في ان حقيقية. الروايات جوزك كافر وانت ملكيش عدة منه، اها، يطلقها منه دلوقتي ويتجوزها هو، وتقعد معاه يومين ثلاثة ويرجعها بعد كده لجوزها تاني. تمام. فهي يعني بعد كده هو يعني ايه اشتغل في الاعشاب وفي النصب والحاجات ديت كله علشان الفلوس. وبعدين لما قامت الثوره الايرانيه لقى الفلوس بقت بتيجي في من ايران، بعد ما كان متطرف سني بقى متطرف شيعي. ويعني ايه هي فتره غيابه بقى يروح معسكرات وكده، فتره غيابه التحق بكلية الطب اللي هي ما كانتش قادرة تلتحق بيها، لأنها كانت نجحت وكانت اتجوزت، وكان منحها، لكن واحدة صاحبتها كانت قدمت لها الورق وتحسبت المسألة دي، خلفت منه ولد، وكانت المسألة مأساوية إن في النهاية خلفت منه بنت سميتها أمل. وبعدين بعد ما هي عملت إنجاز علشان تعيش وعلشان تعيش البلد كلها وعلشان توصل لحد رابعة طب، يجي ده يطب عليها يخطف منها أمل، وتنتهي القصة على إن الأمل اتخطف. احتراق الفراشة. هذا احتراق الفراشة. طب يا دكتور، أنا ملاحظة إن كل الروايات اللي حضرتك كاتبها ليها علاقة بالمشاكل الاجتماعية. أكيد. يعني بنناقش المشاكل الاجتماعية. ما فيش أدب من غير ما يكون له مردود. يعني أي أدب في الدنيا لازم يكون له انعكاس على الحياة. أنا لما بكتب أدب مش مجرد إن أنا بحكي، لأن أنا لو قعدت جنب أي واحدة ست عجوزة هتحكي حكايات كتير. لو أي حد مثلا كلمته هيحكي عن زمايله اللي في الجامعة واللي في مش عارف إيه وكده. هو الأدب هو بيستخلص من الحياة اللي هو عايز يقوله، اللي هو عايز المجتمع
يتنبه إليه. فهي ده وظيفة الأدب. إذا تخلى الأدب عن هذه الوظيفة ما بقاش أدب، بقى قلة أدب. عايزين بقى نسأل الشباب اللي معانا، هل انتوا بتقروا روايات وكتب شعر وحاجات زي كده؟ بما انك انت مطرب وانت عازف فاكيد هيبقى ليكوا ميل شوية ان انتوا تقروا الحاجات دي ولا لأ؟ عشان اكون صريح. يعني محمد ما بيقراش روايات ولا كتب. لا يعني يمكن ايام الجامعة بس كان في بعض الحاجات مثلا كانت بتنزل في المناهج الدراسية، اكتر من كده لا، ما اقدر اكون صريح بصراحة. وانت يا عم؟ ولكن انا عندي شغف الحقيقة ان انا اجرب، ان انا اجرب، لان انا حبيت، انا اندمجت مع حياتك جدا، و يعني بصراحة أنا عندي فضول إن أنا أقرأ الرواية. إحنا الروايات إن شاء الله هقراها. الروايات طبعاً الثلاثة معانا، وإحنا هناخدهم بقى لينا. خلاص يا دكتور، ده شرف لينا. ده شرف لي أنا. دكتور، طب إيه رأي حضرتك تعليقاً على كلامهم؟ أنا عايز أقول إيه، إن الفيلم اللي بنشوفه كان ورق قبل ما يبقى فيلم، قبل ما يتصور ويبقى فيلم. فانت صحيح انت وانت بتاخد ثقافتك من الفيلم، بس الفيلم اصلا كان ورق روايه. بالظبط، التمثيليه او المسلسل كان اصلا روايه. ماشي. الاغنيه كان ورق. الاغنيه اللي انت غنيتها ديت في الاصل كانت ورق. ماشي. فهو حتى لو كان الشباب بياخد معلوماتهم من ودانه او من عينيه على الشاشه، فهو برضو بياخد الثقافة الورق اللي احنا كتبناه، او اللي ادباء غيري كتبوه، او اللي شعراء غيري كتبوه. فانا يعني ايه ضد مقولة ان الشباب ما عادش بيتثقف. لا، الشباب بيتثقف، بس ساعات يتثقف غصب عنه. ماشي. من غير ما يدرى، من غير ما يحس. ماشي. بيتثقف عن طريق مسلسل، عن طريق فيلم او اغنية، عن طريق اغنية، عن طريق حتى خطبة، أو حتى ساعات القصص القصيرة بتكون زي نكتة. يعني إيه، تستهوي بعض الشباب إنه يقراها ويقريها ويبعتها، بس هو ده في النهاية إيه، ده كان أدب. قبل ما توصله هو على مسج أو كده، لا، هو كان أدب، واحد كتبه على ورق واتبعت له. فهو يعني كل الثقافة اللي وصل لهم، انا بقول انهم مش مثقفين، لا هم مثقفين، بس وسيله الثقافه والامتاع مختلفه، وصلت بطريقه مختلفه. طب ايه رايك يا دكتور نسمع منهم حاجه تاني؟ نسمع. ماشي. سمعونا ايه؟ طيب هم اصلا كانوا وعدوني انهم هيعزفوا على كتير. تمام. بعد الاغنيه عمرو حضرتك هتعزف للدكتور علشان نسمع قصيده من ده. نقول اصابك عشق. ماشي. تمام. سجية مغرمين، ألا فاسقيني كاسات وغني لي بذكر سليمة والكمان ونغمي، أيا داعيا بذكر العامرية أنني أغار عليها من فم المتكلمين.
أغار عليها من ثيابها، إذا لبستها فوق جسم منعم أغار عليها من أبيها وأمها، إذا حدثها بالكلام المغمغم قبل ثغرها، إذا وضعت موضع اللثم في الفم، ليل يا حلوه جدا. سلامي. ومش اي حد يقولها. الحمد لله. عرفني انت بتختار مثلا الاغنيه اللي انت هتغنيها ازاي؟ دي ملهاش ضابط معين او ليها يعني سيستم معين. الحاجه الفنان مننا هو اسمه فنان ليه؟ لان هو حساس، لان هي الفكره كلها انا بحس ايه، الحاجه اللي انا بحسها هي اللي انا بغنيها باحساسي انا، فالحاجه اللي بتبقى طالعه من قلبك فبتوصل طبعا، الحاجه اللي من القلب بتطلع للقلب، غير لما انت بتغني حاجه او بتقولي حاجه بتقوليها عشان يعني انت هتقوليها وخلاص في مناسبه معينه، او حد مثلا طالبها منك وخلاص كده، فانت بتقوليها يعني من غير احساسك انت. لكن الحاجات اللي بتبقى قريبه لقلبك لا، دي بس. قول لي يا عمرو، انت في ساعات يعني بتطلع حفلات، بتعمل حفلات بتعزف على الجيتار بس، ولا لازم بتعزف وحد يكون بيغني؟ لا، ممكن مثلا بطلع ساعات بعزف لوحدي، بتبقى مقطوعات. وساعات مثلا لما باجي بقى انا اغني، لان انا اصلا بغني برضه، بعزف برضه لازم يكون جيتار، لان هي دي الاله المصاحبه ليا، يعني يعتبر دي الحاجه التوأم بتاعتي، مهما كان في تيم او فرقه لازم يكون جيتاري معايا، فببقى كده او كده يعني بقدر ان انا اظبط ما بين كده وكده، بلعب جيتار او حتى لو بغني لوحدي يبقى معايا فرقه ولا لا. بس انت الاله اللي انت بتعرف تشتغل عليها هي الجيتار بس، ما فيش حاجه تانية بتعرف تعزف؟ بلعب الجيتار بجميع انواعه، اللي هو الكلاسيك، بيز، ليد، اكوستيك، اي حاجه جيتار، لكن اي الات تانية لا صراحه. تمام. نرجع تاني للدكتور، دكتور سليمان، عايزه اعرف ازاي اخترت اسامي الروايات؟ ما هو زي ما بختار الروايات بختار الاسامي، يعني طبعا يعني كل حاجه بتبقى لها مدلول، يعني في مثلا شخصيات باسامي يعني امنيه دي باسم البطله كان اسمها امنيه، بس هي مش باسم البطله، هي البطله اصلا امنيه، يعني هي امنيه لما يجب ان يكون عليه المجتمع. ماشي، يعني انا سميت البطله وسميت الروايه باسم امنيه لانها امنيه بما يجب علي ان يكون عليه المجتمع. حلم عفة الصياد، يعني هو يعني هي عفة الصياد ديت البطلة اللي هو كان بيحبها الدكتور سعيد اللي جالها من أمريكا، علشان بس أنا اخترت عفة لأن هي كان فيها العفة وفيها الطهارة ماشي، فدي دي كانت حلم عفة الصياد. احتراق الفراشات لأن ده رأيي ان النساء او البنات او الاناث بتحترق، حتى لو كانت راضيه بكده، حتى لو كانت فرحانه بكده، حتى لو كانت شايفه ان ده العادي، لا، هي بتحترق، فيه ظلم موجود على البنات، وبيخليها ساعات انها تبقى فرحانه بجزء يسير من اللي ممكن، من اللي هي المفروض انها تاخده. وطبعا هي بتحترق، هي كان فيه لقطه في الروايه انها في
في وقت الزفاف بتاعها على واحد هي مش عايزاه في مقابل حبيبها اللي ما كانتش كلمته خالص كل الحكايه انه بعت لها رساله اخته دستها في شنطتها عمرها لا كلمته ولا كلمها، لكن هو دماغها بقى فيه وبقت ايه وبقت عشقاه برغم انه ما كلمهاش وهي بتتزف لحد غيره، فكانت بتشوف الفراشات عماله بتروح على مصدر الضوء. ايامها لانها في السبعينات كانت كلوبات نار يعني ما الكلوبات المنيره ديت كانت نار اللي هي الحاجات بتاعت زمان، فكانت الفراشات يبهرها النور ده فتروح فتقوم تتحرق الفراشه تروح على النور فتتحرق، فهي احست بالاباضه وكانها زي الفراشات اللي رايحه علشان تتحرق. وهو ده رايي فيما تعامل به المراه في كل الاحوال. دكتور للاسف وقت حلقتنا خلص وكان نفسي الحلقه تبقى اطول من كده علشان نستفيد من حضرتك اكتر، بس ان شاء الله هيبقى في حلقات تانية كتير وهنتكلم فيها اكتر عن الروايات وديوان الشعر. محمد تنورتني طبعا، ميرسي، وان شاء الله برضه هيبقى في حلقات ان شاء الله هتبقى موجود فيها انت وعمرو نسمع الصوت الجميل ده اكتر. ربنا يخليك يا رب. مشاهدينا يا ريت تكونوا استمتعتوا بحلقتنا واستفدتوا منها ومن الدكتور سليمان. هختم معاكم واشوفكم الحلقه الجايه، بس هسيبكم مع انا ابن مصر ومحمد وعمر. اشوفكم الحلقه الجايه. لا هنا صدقت حلمي وبدأ قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقتي، هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة في طريق ومشيت واديني سبق، من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب وعرفت انا لما قدرت ان اللي تفكر فيه ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه، واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم وهو رهنوا عليك تخسر وكسب، انا ابن مصر انا ضد الكسر انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر، انا ابن مصر قلبي نسر مقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر، شفت ازمات ومواقف ملهاش عد بس الصدمات بتقوي ومش بت